مهندس كهرباء وأيضاً مؤثر وناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لأنه ألف كتاب بتعلق وبحكي عن أساسيات الرياضة. طبعاً عم بنشوف مجالات مختلفة، ولكن الرابط رح نعرفه مع ضيفنا فخري جرار. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا رب يسعد صباحك ويسعد صباحك، وأنا حبيب. كثير مبسوط والله أني موجود معكم اليوم. بالعكس احنا مبسوطين أكثر وشرفتنا. مهندس زي ما حكيت ورياضي وناشط ومشهور، من وين نبلش معك؟ ايش يا فخري؟ على هي شوف، هي بالأصل بصراحة مهندس، خلينا نحكي هو اللي درسته. الرياضة زي ما بتحكي يعني إشي كثير بحبه يعني، والناشط الاجتماعي هي صارت صدف. فمع مرور الوقت يعني خصوصا آخر 6 أشهر هذول صرنا نحاول يعني نوازن بين الثلاث. جميل ما شاء الله، يعني باش مهندس معناها. تسلم يا رب. طيب أنا مبسوط فيك بشغلة، إنه تعتز بهندستك. أنا هذا اللي استشفيته مع وجودك ووجود عدد متابعين رائع عندك على منصات أو مواقع التواصل الاجتماعي، فهذا شيء جميل. نبدأ كبداية من كتابك اللي هو يتعلق بالرياضة، أحكي لنا عنه شوي. طيب هلا، فكرة الكتاب كانت إني أقدم كل شيء تعلمته، طبعا مبني على أساس علمي مش إنه أي كلام. كل شيء تعلمته بهاي الرياضة بطريقة مبسطة، خصوصا للشباب اللي من عمري وأصغر، بيكون إنه نفسه مثلا يتعلم. أنا بروح على الجيم ما بعرف شو بدي أعمل، بسأل شو أكل شوي، فما بعرف. وللأسف يعني ناس كثير ما بتحاول تفيد يعني بقدر بسيط. 100% ممكن يعرف بطريقة غلط كمان، وهذا نشوفه بالنوادي لما بتصير. صحيح. فأنا يعني اللي عملته أني بصراحة ضليت أقرأ خلال فترات زمان يعني. جميل. فحبيت أجمع كل هذا على كتاب عربي صغير، كتيب هو مش كتاب، بحيث أنه يفيد هاي الفئة من الناس يعني شباب وبنات. وطبعا يعني مبني على اساس علمي مش انه يعني. المراجع موجوده وكل شيء اخذ منه، وكوتشات كل شيء موجود يعني. انت صراحه يعني ذكرت نقطه جدا مهمه فخري، انه للاسف ما بدي اعمم، ولكن البعض حاليا من النوادي الرياضيه اللي موجوده اصبح الهدف منهم او من وجودهم تجاري بحت. صح. يعني اذا انت ما بتدفع لي از بي تي او بيرسونال ترينر، انسى الموضوع، انا مش راح اقدر اساعدك. ففكره وجود الكتيب مثل ما انت ذكرت فكره جدا ممتازه، ولكن هلا الكتيب بفيد الجنسين يعني كذكر وانثى، ولا مثلا للذكر افضل؟ هلا هو شوف، 80% بفيد النوعين الذكر والانثى. نعم. بس 20% في مصطلحات بحس انه الاناث ما بدها تتعلمها، يعني مثلا في عندنا شيء اسمه التريننج فوليوم والفريكوانسي والشغلات هاي، يعني البنت ما بتحكي لك انا شو بدي فيها، بس انه كانها تفهم شو يعني نيوتريشن وتريننج. لا بفيد الجنسين. ممتاز. ويعني بس بدي اعلق على نقطه صغيره. هلا هو موضوع اللي حكيتيه صحيح، انه للاسف المعظم مش الكل بتطلع عليه بصوره جريئة. عشان هيك يعني حاولت انا قدر المستطاع، يعني اول ما نزلت الكتاب كان له سعر، نزلته للنص حاليا يعني. الكتاب بس حاليا ب5 دنانير نسخه الكترونيه، بس انه المعلومات اللي فيه يعني صراحه بتستاهل. رائع. فحاولت اني افيد قدر المستطاع، ما جزاء صغير على تعبي يعني. لا بالعكس. ما شاء الله عليك، انا قرات الكتاب، جميل جدا. الله يسعدك وتشرف. وبدي اشكرك على موضوع انه 20% مش للبنات، لانه بدناش نربي عضلات على البنات. بالضبط. هلا في نقطه صحيح بدي احكيها، هي حلقتنا مش رياضيه بحت، بس في نقطه البنات دائما بتخاف بتحكي انه انا بخاف ابني عضل زي الشاب. هلا مستحيل ان البنت تبني عضل زي الشاب، لانه في اختلاف بهرمونات الذكوره بين الشباب والبنات. لكن في بنات بتشوفوهم على التلفزيون بتكون ضخمه كثير، هي بتكون مدخله هرمونات خارجيه. اما غيرك مستحيل بنت يعني تصير زي مش طبيعي. لا مستحيل. هاي معلومه صراحه جدا مهمه، لان كان البنات بتخاف انا ما بدي اصير زي الشاب، انا ما بدي ابني. لا تخافي. صحيح. طيب بحديثي معك امبارح بدي اسلط الضوء اكثر على الكتاب، لانه بالنقاش كنت حاكي انه ما وصل للشريحه اللي بدك اياها، يعني الناس لانها تفضل محتويات اخرى، ومع انه كتابك يستحق انه ينشر وينقرا. نستعرض مع المشاهدين الاقسام اللي فيه مثلا هيك سريعا. انا شفتك عم تحكي عن مغذيات، عن تمارين. صحيح. وفي جمله جميله، ايت سليب ترين وريبيت، رائعه. هاي هلا نستعرض هاي الاقسام سريعا. طيب
هلا اول شيء الجزء الاول كان بيحكي عن المغذيات اللي هو لازم الشخص حتى يعرف يعمل جدول غذائي بده يكون عارف شو هي الاشياء اللي بيحطها بجدول غذائي اللي هي ثلاث اقسام المغذيات اللي هي نعم. البروتين والكربوهيدرات والدهون نعم. دهون صحيه وفي هاي مغذيات كبرى المغذيات الصغرى للفيتامينز والمينرالز وهي برضه مهمه جدا وناس كثير تتغاضى عنها لعلمك ترى مرات نقص فيهم بوقف كل تطور صحيح. بعدين انتقلنا لقسم التمرين قسم التمرين أول شيء في مصطلحات لازم تعرفها شو يعني مثلا تمارين عزل تمارين مركبة شو يعني سوبر ست كذا يعني في شغلات نسمعها بالجيم إنه إلعب كذا كذا بكونش هو عارف معناها فشرحنا معناها بشكل مبسط بعدين انتقلنا لبعض الأمثلة طبعا تمارين كثير بس انه حطينا بعض الامثله الشائعه من التمارين اللي ممكن نحكي جزء كبير بيشترك فيها هاي التمارين انا بلعبها انت بتلعبها الجزء الثالث كان مصطلحات شوي لهذا اللي بحكي عنه شوي بعيد عن عن الاناث يعني اللي هو تعمقنا شوي مصطلحات التمرين وحكيت شوي عن الراحه كثير مهم انت حكيت ايت سليب ترين او اي ترين سليب النوم والاستشفاء ريكفري فهذا جزء كثير مهم فانا بحكي لك منه عليه الفتره مقصر كثير يعني لانه الراحه عندي صفر فمهم جدا طب بتحس السوشيال ميديا كان لها دور لانك تتشجع اكثر وتكتب هذا الكتاب يعني بما انه انت ما شاء الله عندك عدد متابعين كبير وناشط على مواقع التواصل الاجتماعي ومؤثر ايضا وفي لك جمهور كثير كبير بالاردن فبتحس انه هذا الشيء ساعدك اكثر لانه لما يكون بصراحه لو كان عندي عدد قليل بحس انه حيوصل لعدد قليل جدا نعم لكن وجود العدد الكبير عندي طبعا الناس كلهم تحياتي لهم انا ما بعتبرهم متابعين انا بعتبرهم زي اخواني حتى يوم ما نزلت الكتاب بحكي لهم اي ملاحظه من اي شخص بعرفه او ما بعرفه انا حتقبلها بس تكون ملاحظه بناءه فانا لا يعني فادني موضوع انه يكون في عندي عدد شوي على اساس اني اقدر بس اوصل الفكره لاكبر عدد ممكن بس هذا الهدف احكي لك بصراحه ما كان الاقبال عليه زي ما بدي بس كان هدفي توصل الفكره جميل يعني اسمه وصل الفكره هذا انت حر تاخذه ما تاخذه بالنهايه وبعدين هاي تجربه كتابه اولى واكيد هي مش المقياس اذا وصلت لاشخاص بسيطه ولكن لقوا منها الفائده افضل بكثير فخر من انها توصل لاعداد كثير كبيره وما يلقوا منها اي بس فائده بس في شغله صحيح هذا ثاني كتاب في كتاب بالهندسه عملته نسيت احكي لكم اوف لا هذا معناها احكي لنا عنه كتاب بالهندسه سويته انا وزميل الي صديقي يعني مهندس اياد هو بماده اسمها الكترونيات القدره بس للأسف بالفترة ذيك لما سويته ما كنت داخل بالسوشيال ميديا فما وصل لحد فمنين تذكرت أحكي عنه فهو ثاني كتاب جميل هاي وصلنا طيب لأنه إحنا بنحكي عن الهندسة أنت خريج هندسة نعم وحاليا تكمل ماستر نعم. هذا المجال ليه؟ اليوم كتير ناس متواجد على مواقع التواصل الاجتماعي أخذتها الرياح في هذا المجال وبقول لك ما مش مستعدة ومش ما في ضرورة أكمل دراستي صحيح فضل. شوف هذا الموضوع مرات بخطر على بالي ما بس لكن لما ارجع افكر فيه منيح بحكي لا ما بيصير لازم تكمل لانه السوشيال ميديا شيء ثانوي في ناس بتفكر انه السوشيال ميديا هي مصدر رزق للجميع ما بنكر الله يرزقهم جميعا لكن لازم يعرف انه في اي لحظه ممكن طبعا ما في شيء دائم ممكن تتغير الاحوال لانه في ناس عم تطلع وفي ناس من زمان فممكن الناس هاي الجديد تضغط على القدام فلازم انت يكون في لك شيء ثابت بحيث انه السوشيال ميديا اذا راحت يعني انا هسه لو سكر الانستغرام بروح بشتغل بشهادتي البكالوريوس او بالماستر لما اخلص فشيء مهم جدا انه يكون عندك سلاح ثاني نعم في جمله حكيتها ورائعه جدا وبتمنى الكل يعرفها بان السوشيال ميديا غداره نعم حكيت. متقلبة فعليا صحيح. زي ما تفضلت هما يسمى بالأسد أنا لازم يكون عندي شيء أساسي باني عليه حياتي 100% ما تأخذني هاي الهبة تاعت السوشيال ميديا وخصوصا أن التوجه اليوم والغدا وإن شاء الله أنه يتوقف على المحتويات غير المفيدة بدناش نحكي كلمة أخرى فرائع هذا التوجه وبحييك الله بحييك صحيح. لأنه اليوم عندك هذا العدد من المتابعين وما انجريت كغيرك لأنه بس سوشيال ميديا فرائع تسلم تسلم يعني والله كلامكم بصراحة رجع حفزني من الصفر لعلمك يعني أنا بهاي الفترة والله صعب كثير وعشان أفرجيك أن السوشيال ميديا غدارة يعني صدقا أنا هذول الشهرين ما اشتغلت من خلالها بالمرة فلو ما كان عندي
إشي ثاني أشتغله كان ما طبعاً. كان أنا قاعد محلي. فبصراحة هاي الكلمة حكيتها عن تجربة مش إني حكيتها سمعتها صحيح. جربتها يبقى. فنصيحة يعني لكل شخص إنه يحاول هو بالسوشيال ميديا يستغلها بس يحاول كمان يعرف إنه ممكن بأي لحظة تقلب عليه. بعدين اسم الله فخري يعني هندسة كهرباء واللي تعد من أصعب أنواع الهندسة. والحمد لله طبعاً يعني تخرجت بالبكالوريوس أول على الدفعة ما شاء الله. بس كنت نير جداً بس دخلت السوشيال ميديا شوي تغير. عادي المعدل أنا. طب بتحس إنه ممكن يجي يوم لو وصلت للإشي اللي أنت بدك إياه بالسوشيال ميديا إنك تتخلى شوي عن الهندسة شوي ما قلنا للأبد شوي؟ إذا شوي يعني كيف أحكي لك يعني إنه يصير زي ما حكيت لك إنه يعني توازن بين هاي وهاي ما إنك تتخلى عن السوشيال ميديا ولا تتخلى عن الهندسة في حال إنه مزبطوا معك على إحنا ما بنعرف شو اللي بالنهاية راح يزبط إحنا بنتمنى كل شيء بس إنه بالنهاية بدك تميل للي بزبط أكثر صح بس لا تهمل الجانب الثاني شوف أنا من وجهة نظري بحس في مرحلة بتمرق بحياة الإنسان بتعد مرحلة مفصلية نعم بدك تختار إشي 100% فهنا الخوف بصير ما بتخاف انك تختار اشي وتمشي فيه يكون بالبداية ماشي سوقه بشكل منيح وبعدين تحكي يا ريتني مثلا اخترت الاشي الثاني فبتحس انه لا الهندسة هي الضمان بصراحة حاليا لو نقارن الهندسة بالسوشيال ميديا حاليا للأسف زي ما تفضل أحمد الناس مش عم بتميل للإشي الجدي هي عم بتميل للإشي اللي مش جدي الإشي الكوميدي فبحس الهندسة انه لأنها جدية وعلمية كثير ما حدا بفضل يعني لما أكون قاعد مع إنه مع مثلاً أصحابي وأحيك بحكي لهم مثلاً عندي امتحان بكرة بحكوا لي حل أنا أنت والهندسة بعدك ما حدا بيحبه فهمت فللأسف يعني مرات الواحد بيضطر يمشي مع التيار صح. أنا عندي قناعة تامة بأنه بإمكان أي شخص يوظف السوشيال ميديا بشغله بمجاله ومع أنه السوشيال ميديا مع كل اللي بحكيه وللأسف أنها عم بتروح لمحتويات مش مفيدة هي سلاح قوي أنا بالنسبة للسلاح النووي حالياً هو السوشيال ميديا فلا بالإمكان أنك تعمل هذا التداخل بين التخصصين بس بالإضافة لبعض المحتويات الأخرى اللي قريبة للناس أيوة بالضبط هاي الكلمة اللي بكون أحكيها أنه أنت بتقدر أكيد يعني عندك سوشيال ميديا تستغلها لشغلك مثلاً للكتاب بالزبط. للهندسة لكن يكون جزء بسيط لأنه الناس زي ما حكيت لك حتمل الناس بتحب انه بصراحه تحاول تكون كوميدي نوعا ما محتوى خليه 80% مثلا مزح وضحك و20% لا اكثر انك تستغل فيه شغل 100% هيك حسيت يعني عن تجربه هو هيك طب بتحس انه عم بتواجه مشكله اجمالا مع اصحابك اللي بالسوشيال ميديا بسبب اختلاف الكونتنت اللي انتم بتقدموه يعني مرات هلا شوفي كثير مرات نستشير بعض يعني انا في اثنين أصحابي أحمد شايب ناوش نوديله تحية ومنتصر جلامدي هذول اثنين بيضلوا معي يعني منتصر صاحبنا وأحمد بيكون ابن خالي هم أقدم مني أحمد أقدم واحد فينا فكثير نستشير بعض مرات طبعا جل من لا يسهو أنا بغلط مثلا بشغل كذا فهو بينبهني حلو فمرات يعني هيك هي بس إنه مرات بيصير في اختلاف وجهات نظر قبل ما ننزل أو ما ينزل الإشي بالضبط. جميل حكيت بأنك دخلت السوشيال ميديا بالصدفة نعم أحكي لنا كيف بدايتها كانت برمضان يمكن قبل تقريبا 6 أو 7 أشهر برضو أحمد شايب ابن خالي كان هو عم بصور سكت هو من زمان هو من 4 سنين تقريبا سوشيال ميديا كنت أصور معاه وهيك بس ما كنت يعني ملتزم زيه 100% بعدين نزل سكتش برمضان كنت أنا معاه وبعديها يعني زي ما تحكي بلش التفاعل هون جميل صرت أضل أنا وياه نطلع كذا أتعرف على الناس اللي هو بيعرفهم أشوف عالم السوشيال ميديا شوي 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 دخلت لما وصلنا لليوم يعني بس هي بدايتها كانت حرفياً برمضان أنا يعني متابعة مهاوش ومتابعتك فخري أكيد ومتابعة منتصر كلكم فبتمنى لكم أكيد التوفيق وكشب ختاماً فخري كشب في بداية حياته وما شاء الله يعني حقق قاعدة جماهيرية تعتبر ممتازة وإن شاء الله يا رب إنك بتوصل للمليون شو بتحب توجه نصيحة للشباب اللي بدو حابين يفوتوا في مجال السوشيال ميديا هلا نصيحة للناس اللي تدخل بالسوشيال ميديا أول شيء بدك تكون صبور بالغ طويل لا تدور على موضوع إنه بس بدي أجيب أرقام حاول خلي الناس إنه لأن هاي ما وش حكى لي إياها الناس إذا بتحبك هتجي لك صح أما أنت إذا غايتك بس تجيب أرقام
فممكن مش الكل يحبك، هاي أول نقطة، يعني دور على أنك تكسب حب الناس بطريقة محترمة. نعم. هاي واحد. اثنين، كون عارف زي ما حكيت لك أنه السوشيال ميديا غدارة، فاللي بده يدخل عليها يستغلها بجانب كويس، لكن يعرف أنه ممكن بأي لحظة الكاميرا اللي هي السوشيال ميديا تطفي عليه، فيكون حذر ويحاول دائما يحط مجالات ثانية ويعرف انها سلاح ذو حدين 100%. وواقع انه نربط اليوم، وهذا موجود كثيرا بعد ابنك فرح، بانه قيمتنا اصبحت تربط بقيمه او بعدد المتابعين. مزبوط. هذا مصيب اليوم اللي بنوصل له. امبارح كمان ختاما وايضا اثرت نقطه جميله تغيب عن الكثير من اللي بتابعوا الموجودين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي انه مش كل واحد بيطلع بيصور فعناها حياته ورديه وهذا هو الجانب المشرق من حياته، كل حدا عنده جانب مظلم. نعم. والله شوف انا حكيت لك هذول الشهرين من شهر 10 لليوم والله مريت بشغلات كثير كثير كثير، اكثر فتره تعلمت فيها شغلات، فالكلام اللي حكيته امبارح برضه كان عن تجربه، انه الناس هي بتشوفك على الستوري دائما ضحك ومزح، بس هي ما بتعرف انه في جانب ثاني مظلم. صحيح. انه انت كمان بني ادم بواجهك مشاكل، ظروف، عدم مؤاخذه، مشاكل في البيت زيك زي اي حدا، مشاكل برا البيت، يعني انا الفتره هاي مشاكل في البيت صار معي، مشاكل في الجامعه صار معي مشاكل، لكن كله يعني بدك تكون تحاول تعالجه مش تكبره، فانه لازم الناس تعرف انه كلنا بالنهايه بشر سواسية، كلنا بنواجه مشاكل، ما بدي يفكروا انه احنا عشان بس بنضل نضحك على الستوري انه احنا دائما بنضحك، احنا مش مثاليين. لا طبعا. في حدا بعت لك انه راح تخطب، شو جاوبته؟ جاوبته انه مش ناقصنا جوانب مظلمة. صح صحيح. حبيبي شكرا. الله يخليك. اول شيء يعني حاب اني انه انا كثير 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 مبسوط بشوفتكم اليوم وانه استضفتوني، هذا شرف إلي، وجد شكرا على الحوار الجميل، يعني زي ما تحكي هيك رجعت وملت لي ريفرش بعد هاي. طب ما شاء الله عنك، تستحق. بس بدي ارجوك انك دائما انه نقدم شيء منيح مفيد. حاضرين. ودخل الهندسة شوي. حاضرين ان شاء الله. بعد هاي المقابلة هغير المحتوى كله. ممتاز. ما شاء الله عنك. مهندسين ببعض صار كلامنا. اسلموا لي احمد، ما شاء الله مهندس ميكانيك. نعم. قلت لي صح، ما شاء الله عليك. لا بقلك. الله يسعدك. الله يخليك. شكرا لحضورك، تشرفتنا وتشرفت فيكم، ويعطيكم الف الف عافية. احنا تشرفنا بوجودك وبالتوفيق، وان شاء الله يا رب قريبا بنستضيفك على المليون، ومليون محب اكيد، مش بس مليون متابع. تسلمي لي، حجيب حلوان معي المرة الجاية. طبعا لازم. يا رب يعطيكم العافية.